السعادة المطلقة أين وجدها إبراهيم عليه السلام؟ في النار. وأين وجدها النبي الكريم؟ في الغار. وأين وجدها يونس؟ في بطن الحوت. الحوت إخواننا أكبر كائن حي غير بشري، 150 طن وزنه، 50 طن دهن، 50 لحم، 50 عظم. وجدت العصرونية مو الغداء ولا العشاء، العصرونية 300 كيلو. الحوت يقف في فمه 10 أشخاص واقفين. موضوع طويل كثير. فنادى في الظلمات سيدنا يونس، في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. دقيقة الآن، قلبت القصة إلى القانون، وكذلك ننجي المؤمنين. الحاضرين والحاضرات يعني عندهم مثل مصيبة بطن الحوت أو حاله، أي مصيبة بالأرض لا ترتقي لها المستوى هذا. الله أعطاك أصعب مصيبة أن تجد نفسك في بطن الحوت، وكذلك المؤمن. وإن الله مع المؤمنين، هو الله مع كل عباده، مع كل عباده معية معلومات، معية معرفة، مع عباده، مع عبده الكافر، مع الملحد، مع المشرك، مع المؤذي، مع الظالم، أي معية علم، معية علم. بس إن الله مع المؤمنين أي معية نصر وتأييد وإسعاد. فالبطولة أن تكون مع الله بالمعنى الخاص مو العام. العام علم، أما الخاص معية المؤمنين، معية نصر وتأييد.